بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحدثنا في الحلقات السابقة عن التمهيد للحدث الحسيني، وأن هذا الحدث لم يبدأ عشية 9 من محرم سنة 61 للهجرة، بل أنه بدأ قبل ذلك، بدأ وتأسس في وجود حركة النفاق التي ادعت وكانت تدعي دوما أنها حركة الإسلام أو أنها تنتمي إلى الإسلام، والله يشهد إنهم لكاذبون. من المفيد جدا أن يعني نبين أن حركة النفاق المواجهة لخط النبوة لم تبدأ حركاتها أو لم تبدأ يعني أعمالها مع هذا الحدث يوم عاشوراء، ذلك الحدث الجلل، وإنما بدأت قبل ذلك، وقد تجلى هذا بوضوح يوم تجلى هذا بوضوح في محاولة اغتيال وقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الجريمة التي سجلها القرآن الكريم عندما قال عز من قائل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. حركة النفاق كان من الواضح أنها تسير على خط محدد ومرسوم، وأن هذا المخطط الذي اشتغلت وعملت عليه حركة النفاق جمع بين الأعمال العسكرية الحربية، كما جمع أيضا بين الأعمال الإجرامية وقتل الأبرياء، قتل النساء والأطفال، وقد ذكرنا قبل ذلك كيف قتل الأمويون عليهم لعائن الله الأطفال، وكيف ذبح أبناء عبيد الله بن العباس، بما يعني أن هذه الحركة الإجرامية المنافقة لم تكن تبالي بأي قيمة. هي بدأت حركة النفاق بدأت بالعدوان، وحاولت اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أعلنت التمرد والثورة المضادة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والخطابان اللذين استعرضناهما، خطاب معسكر الفئة الباغية وخطاب معسكر الحق، خطاب معسكر آل البيت عليهم السلام، وصولا إلى الحدث العاشورائي الحسيني، يكشف عن هذه الحقائق، بمعنى أننا لا نتحدث عن حدث خارج السياق، وإنما نتحدث عن عمل وعن سياق مستمر، بل وأن هذا السياق سيستمر معنا، ذلك الصراع بين الحق والباطل حتى يظهر المهدي من آل محمد عليه سلام الله وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بينما كان معاوية يعيش في الأرض خرابا يحاول رشوة هذا بمنصب مثل محاولته مع قيس بن سعد بن عبادة، ويعمل على قتل ذاك مثل قتله ومثل اغتياله للقائد الإسلامي العظيم مالك الأشتر، كان خطاب الشرعية الإسلامية، خطاب أهل البيت، يسعى ويعمل على ترسيخ مفاهيم الحق الأصيل الذي لا يغيره شيء.
كان الإمام علي بن أبي طالب يعمل على ترسيخ هذا النهج، ويروي عنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة نقلا عن كتاب صفين لنصر بن مزاحم: خطب علي بن أبي طالب عليه السلام في صفين فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فإن الخيلاء من التجبر، وإن النخوة من التكبر، وإن الشيطان عدو حاضر يعدكم الباطل، ألا إن المسلم أخو المسلم، لا تنابزوا ولا تجادلوا، ألا إن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة، من أخذ بها لحق، ومن فارقها محق، ومن تركها مرق، ليس المسلم بالخائن إذا اؤتمن، ولا بالمخلف إذا وعد، ولا بالكذاب إذا نطق، نحن أهل بيت الرحمة وقولنا الصدق وفعلنا الفضل، ومنا خاتم النبيين، وفينا قادة الإسلام، وفينا حملة الكتاب، ألا إنا ندعوكم إلى الله ورسوله، وإلى جهاد عدوه، والشدة في أمره، وابتغاء مرضاته، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان، وتوفير الفيء على أهله، ألا وإن أعجب العجب أن معاوية بن أبي سفيان الأموي وعمرو بن العاص السهمي يحرضان الناس على طلب الدين بزعمهما، ولقد علمتم أني لم أخالف رسول الله صلى الله عليه وآله قط، ولم أعصه في أمر أقيه بنفسي في المواطن التي ينقص فيها الأبطال وترتعد فيها الفرائص، بنجدة أكرمني الله سبحانه بها وله الحمد، ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن رأسه لفي حجري، ولقد وليت غسله بيدي وحدي، تقلبه الملائكة المقربون معي، وإنه والله ما اختلفت أمة قط بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها إلا ما شاء الله. على الناحية الأخرى، وفي معسكر الإفك والضلال، نسمع ذلك الحوار العجيب الذي رواه أيضا نصر بن مزاحم ونقله عنه ابن أبي الحديد. قال: طلب معاوية إلى عمرو بن العاص أن يسوي صفوف أهل الشام، فقال له عمرو: على أن لي حكمي أن إن قتل الله ابن أبي طالب واستوثقت لك البلاد. فقال: أليس حكمك في مصر؟ قال: وهل مصر تكون عوضا عن الجنة؟ تأمل في هذه الوقاحة، وفي هذا الفجور، وفي هذه المعالنة بالإنكار والإزراء على الدين وعلى صدق وعد الله تبارك وتعالى. فريقين أن الناس ينقسمون إلى فريقين: فريقا هدى، وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يقول عمرو بن العاص: وهل مصر تكون عوضا عن الجنة؟ وقتل علي بن أبي طالب ثمنا لعذاب النار الذي لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فقال معاوية: إن لك حكمك أبا عبد الله، إن قتل ابن أبي طالب رويدا لا يسمع أهل الشام كلامك. فقام عمرو فقال: معاشر أهل الشام، سووا صفوفكم قص الشارب، وأعيرون جماجمكم ساعة، فقد بلغ الحق مقطعه، فلم يبق إلا ظالم ومظلوم. وعندما نعود إلى معسكر أهل الحق الذي يقوده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، نسمع تلك الكلمات المضيئة لأحد أصحابه وخاصته، وهو أبو الهيثم،
ابن التيهان الذي كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان بدريا نقيبا يسوي صفوف أهل العراق ويقول: يا معشر أهل العراق، إنه ليس بينكم وبين الفتح في العاجل والجنة في الآجل إلا ساعة من النهار، فأرسوا أقدامكم وسووا صفوفكم وأعيروا ربكم جماجمكم واستعينوا بالله إلهكم وجاهدوا عدو الله وعدوكم واقتلوهم، وقتلهم الله وأبادهم، واصبروا فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. دونك أيضا مواقف عمار بن ياسر رضوان الله عليه عندما كان في صف الإمام علي، فهي في المكانة العليا، ويمكن أن نتبينها من خلال هذه الرواية. إذ أقبل رجل يستقري الصف حتى انتهى إلينا، فقال: أيكم عمار بن ياسر؟ قال عمار: أنا عمار. قال أبو اليقظان، قال أبو اليقظان، كان لقب عمار أبو اليقظان. قال: نعم. قال: إن لي إليك حاجة فانطلق بها، فأنطق بها، أفأنطق بها سرا أو علانية؟ قال: اختر لنفسك أيهما شئت. قال: لا، بل علانية. قال: فانطق. قال: إني خرجت من أهلي مستنصرا في الحق، مستبصرا في الحق الذي نحن عليه، لا أشك في ضلالة هؤلاء القوم وأنهم على الباطل، فلم أزل على ذلك مستبصرا حتى ليلتي هذه، فإني رأيت في منامي مناديا تقدم فأذن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونادى بالصلاة ونادى مناديهم أيضا مثل ذلك، ثم أقيمت الصلاة فصلينا صلاة واحدة وتلونا كتابا واحدا ودعونا دعوة واحدة، فأدركني الشك في ليلتي هذه، فبت بليلة لا يعلمها إلا الله حتى أصبحت، فأتيت أمير المؤمنين فذكرت ذلك له، فقال: هل لقيت عمار بن ياسر؟ قال: لا. قال: فالقه فانظر ما يقول لك عمار، فاتبعه فجئتك لذلك. قال عمار: تعرف صاحب الراية السوداء المقابلة لي؟ إنها راية عمرو بن العاص، قاتلتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله 3 مرات، وهذه الرابعة فما هي بخيرهن ولا أبرهن، بل هي شرهن وأفجرهن. أشهدت بدرا وأحدا وحنين، أو شهدها أحد لك فيخبرك عنها، أو شهدها أب لك فيخبرك عنها؟ قال: لا. قال: فإن مراكزنا اليوم على مراكز رايات رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين، وإن مراكز رايات هؤلاء على مراكز رايات المشركين من الأحزاب، فهل ترى أن العسكر ومن فيه، فهل ترى هذا العسكر ومن فيه؟ والله لوددت أن جميع من فيه ممن أقبل معاوية مع معاوية يريد قتالنا مفارقا للذي نحن عليه كانوا خلقا واحدا، فقطعته وذبحته، والله لدماؤهم جميعا أحل من دم عصفور، أفترى دم عصفور حراما؟ قال: لا، بل حلال. قال: فإنهم حلال كذلك. أتراني بينت لك؟ قال: قد بينت لي. قال: فاختر أي ذلك أحببت. فانصرف الرجل فدعاه عمار، ثم قال: أما أنهم سيضربونكم بأسيافهم حتى يرتاب المبطلون منكم، فيقول: لو لم يكونوا على حق ما ظهروا علينا،
والله ما هم من الحق ما يغزي عين ذبابة، والله لو ضربونا بأسيافهم حتى يبلغونا سعفات هجر لعلمنا أن على الحق وأنهم على الباطل. والمعنى أن هؤلاء الخلص من أصحاب الإمام علي كانوا على يقين لا شك فيه بأن ترك هذه الظاهرة الأموية حتى تستفحل وتتحول إلى داء مستقر ومتمكن سيمحو أغلب معالم الدين ويمحو أغلب معالم الإسلام حتى يختلط الحق والباطل في أعين الناس تماما مثلما اختلط الحق والباطل في وجداني وفي فكر هذا الشاب الذي رأى الجميع يصلون صلاة واحدة ويقرؤون قرآنا واحدا ولكنه لم يستطع بسهولة أن يميز أن هؤلاء على الباطل وأن مثل هذا الإجرام المتمادي الذي يتخفى ويستتر خلف ظاهر الدين هو الشر المطلق وهو الذي تمكن وفاز للأسف الشديد. وإن طال الزمان قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. القرآن الكريم حافل بالآيات والدلالات التي تخبر أن انتصار الحق انتصار الباطل وفوزه في معارك البداية لا يحقق انتصارا نهائيا ولا يعني إطلاقا أنهم على الحق. وقد رأينا بأم أعيننا كيف أن الانتصار الأموي قاد الأمة إلى ما هي فيه الآن من بلاء وزلة وصغار، وقد حق علينا نفس ما حق على بني إسرائيل حيث ضربت علينا الذلة والمسكنة حينما استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير. طبعا هناك نقطة في غاية الأهمية وهي التعتيم على الحدث والزعم بأن الأمر كله كان فتنة وقان الله شرها. طبعا الزعم بأن الله وقان الله شرها هي مزحة سخيفة وسامجة، هي هزل في موقع الجد. يقولون فتنة طهر الله منها أسيافنا فلنطهر منها ألسنتنا. يعني كيف هذا وقد قلنا مرارا وتكرارا أن الله تبارك وتعالى أراد من عباده المؤمنين الخلص أن يمتلكوا القدرة على التمييز بين الحق والباطل. ليس من المنطق أن يدعي أحدنا الإيمان وهو يماري في الحقائق وهو لا يستطيع أن يميز بين أولياء الله وأولياء الشيطان، وهي المسألة التي أوردها ربنا في عز وجل في محكم كتابه عندما قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذا هو الجوهر، هذا هو جوهر الإيمان، التمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الآن يجتهد أئمة الضلال أن يوجدوا أو أن يخترعوا أدوات للتمييز بين الحق والباطل. طبعا هم يخترعون حقا يقوم على إثبات أحقية بني أمية ويعني أئمة الجور من بعدهم أيا كان اسمهم، وفي نفس الوقت يتجاهلون أن الله تبارك وتعالى منح الولاية على هذه الأمة لأئمة الحق من آل محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا من أتباعهم والمستمسكين بنهجهم والسائرين خلف رايتهم.
إذن مفهوم الفتنة التي يحاول البعض أن يهوم علينا بها أو أن يدلس علينا بها ويقول أن هذه فتنة وأننا لم نكن وأن هؤلاء لم يستطيعوا التمييز بين الحق والباطل، كيف يكون إماما للأمة وهو لا يميز بين الحق والباطل؟ كيف يدعي لنفسه لقب أمير المؤمنين وهو يحارب أولياء الله تبارك وتعالى ويقتلهم ويأمر بقتلهم وقتل من يناصرهم ويسير على نهجهم؟ الفتنة إذن في القرآن الكريم قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هنا هو الكفر والضلال والزيغ والانحراف. الفتنة في القرآن بمعنى الفتنة في القرآن ليس انعدام القدرة أو عدم تمايز معسكر الحق من معسكر الباطل، وإنما قد تكون فتنة عدم القدرة على التمييز راجعة للضلالات التي سيطرت وهيمنت على الإنسان ومنعته من الرؤية الصائبة. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. القرآن الكريم يردد أو يكرر هذا المعنى، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. المعنى أن التمييز بين الحق والباطل هي من أولويات الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الخطورة في الأمر أن الذين كانوا قادرين وعلى التمييز بين الحق والباطل والخطأ والصواب، والذين عاشوا وعاينوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجهاده لإعلاء كلمة الدين، هم الذين ابتدأوا فتنة إضلال الناس وإعمائهم وتعميتهم عن صراط الله المستقيم. هنا وجه العجب، هم استغلوا الشرف الذي نالوه بصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم استخدموا هذا الشرف وهذه المعية وهذه المرتبة واستخدموها وقدموها هدية للشيطان الرجيم الذي وظفهم واستخدمهم وأعطاهم بعض المكاسب وبعض المزايا التي القليلة الدنية الدنيوية، ورغم ذلك لم يستفيدوا منها وسيدخلون النار تماما مثلما هو موقف أو حال فرعون عليه لعنة الله تبارك وتعالى، الذي قال فيه عز من قائل: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ما نود قوله أن تضليل الناس، عملية تضليل الناس، الثورة المضادة التي مكنت هؤلاء من الهيمنة على الأمة الإسلامية والاستيلاء على ثرواتها، والذين قال فيهم صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بلغ بنو العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباده دخلا ودين وعباده خولا ودينه دخلا. هذا ما حدث ليس لأنه قدر إلهي كما قد يتصور البعض، أو أن الله أراد ذلك، تعالى الله حاشاه عما يقولون علوا كبيرا، وإنما لأن البشر أدعياء الإسلام هم الذين أرادوا ذلك. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون. هؤلاء المجرمون
أكابر المجرمين الذين سيحملون أوزارهم يوم القيامة، سيحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.